الله إنه سورة قليي سيدي جيف عاقل كشيغي شلي أولمد أحمان تمانين تيدي بريغان وودو سنة حبت با كد عيسي عدو با إنغا حيستي مانتنا الحمد لله رب العالمين وإنغا كشيرينا إله أمبا بحية إله أمبا حد هذا إله أمبا سياد المعادة سيسي إن شاء الله تبارك وتعالى حبلها حمد جارتي إلى يدو كورو يهي فردوس إلى يدو كورو يهي إنا علي وداني وأبو فرحسن هاي مقا عيقي أم بحيي إنو هرقلا إنا علي وداني للي هاي الحمد لله رب العالمين إيو قبلها كلي لا شقين يبا مرادا كميدا قبان داوعيدي إينا فوينكي مرادا وحاد كو قبتين غير اساسي محايا لي دي قود ودي عين دريال قود ودريال كغير اساسي عدا دريال ايسان مرادا كو قبان ايسان اسطور ايسان داو علين ايسان مها شخصيات وقومية وأمة وضد وضد كنيوي هذه برنامج كله أركض يعود وعسب تلدي ولي بس قارن وبهد علي ما حمد جارتي جروب كي عافمات كدل يدبل لها كشطين يي ابنه إن قد وعمي وطن كوه الموجود قبل كروي إن يدبلها وقالن هذه سبب لقي يي وحمر بالك يي وهندي لقي تمامتون إلى هلك قوي لقول داود علي عسبتال كيالي قبله سوتا جي يويلشي بدريالي وما تودم بدريالي سين الله يدين دريالو مرادا كوقبتين مرادا الله يدين كوقبتو وادبود سين أو واد أو عسين أو دريا شين إلى أموري ناوي استوى هوقمت إن شاء الله تبارك وتعالى فارس سين وحلي برجعين وجيل على حنشني هذا رجال أنت بناوي أنا قبح يوحي ورجمني ويلال دارتا روح ابوليكي انا دوغت لي وكسور لي غوبر لي مدى يمات تشوفنا يسمايا الايمان بك سكور لولاش عنا فضا يقول انتباك يعني هذين عن دريل واين عن سوتا كما ان نهد علم الهي من لا يشكر الناس لا يشكر الله هذين عن ام هد علم كوين لي حقه رأينو استاقي الهي ام هد علم سيدي إذا من هلقنك وحال وقي ليا انتي قلبي با توسح تيسيد الله دريارو انو لب انك اخا هلقنك انو الدنين اني انو نفت انو هرين انو كون لما تدقى انو سور قالو وحال وقو قران كرا سيدي انو كون وقودم قنو سيدي انو وقودم قنو يا هلقنك لب انو اخا ارنتن اينو قد وينو اينو سمينو سنتركا سنتر قروح بادن قيمة له لقد ديده صومالية أو ناكسن وحكستو أبا هيا قفك النافذ اللي جهل يو وإن ستاقنا إن شاء الله تبارك وتعالى أنه هدانو رير هدانو قروب قروب يبها بحضا ينو كلان نحايا بحضا يدا قولها سراء دغانكا وحانو إسرسي مينا سلطان كهدو توحانو كدرين وانو كدرين بسدح كورو دورو بانو بحرينة وعفرتني الله وعفرتني يسامكم الدولار ويا إن شاء الله تعالى هذا عدة أن أقاضي إنه وأضياش خيرها أضياش إنه يهيئ شعوين هوي وحنا نقوم أقدر أريد تعصي يا نقص النقن يا نقص النقن إن شاء الله تبارك وتعالى هل كان لبعض حقوق وين باكن عضي لبعض حقوق وين باكن عضي وهذا وجن هدر وسو هقر سنة ينو مرة بعد نصوره له دب حول له كجيستي يبقى حول له كجيستي مرة تيسر قريسنا إلى يدو كورونا وحنسوتش إذن يا دولة إنه إن الكوميشن كي حقيقة رادنتا إيوه أورينتا دبعت دي إن السوق قدي إن المجا عوضه شيف عاقلك هل كان وحو كشيغي إنو إلهي كبريي إنو جوغي دولا ماشا موسى لغو محكمة ديني سيدا لغو محكمة ديني كريو كو جوغي كرو إن شاء الله دي إلهي قارسيو يعني تلمامي صومالي يكو ما جرتو محكمة دادونك لكن سيوحا كو جرا
wadamada Yurub ee intiina badan ay aad ka timaadeen jiif caaqilku uu ka yimid. Jiif caaqilka faamilkiisa dhow baa dhibaato ku soo gaadhay halkan oo ku dhintay oo ku dhaawacmay. Dacwadda waad gudbin karaysaa intii baasaboorada reer Yurub haysata ee dadkoodu ku dhinteen ama ku dhaawacmeen halgankii halkan ka socday. intay midoobaan dacwad way gudbin karaan ay ku dacweynayaan madaxdii maamulka Soomaaliland in maxkamad loo soo taago, waana loo soo taagaya. Laakiinse si taasi ay u hirgasho waa inaynu rajistar garaynaa durba inaynu ilownay dhibaatadii ina soo gaadhay baad moodaa. durba guryihii inaga dumay inaynu hagaajisanay, durba dadkii inaga dhaawacmay inay soconayaan, durba maydadkii iyo dhimashadii 800 qof gaaraysay in aynu alla xaggii aynaan ka daba hadlayn. waxaynu u baahannahay in la rajistar gareeyo, waxaan u baahannahay in xarun loo sameeyo, waxaan u baahannahay inta la dhiso magacyadii oo dhan lagu xardho, waxaynu u baahannahay masawiradoodii in laysu keeno. waxaa loo baahan yahay qof kasta in fayl loo sameeyo maalintii uu dhaawacmay, maalintii uu dhintay, sida wax u soo gaareen kuwii nool iyo kuwa dhintayba. haddii kale sidaynu daraawiish dhibkii la inoo geystay aynu u ilownay, waynu tanna u ilaawi doonaa. waynu cafin karnaa oo ilaahay dartii waa u dayin karnaa, laakiinse ma ilaawi karayno. maxaa yeelay haddaynu ilowno berri baynu waxay jiraadaan qoladan gaaladu those who forgot the past are doomed to repeat it. kuwa dhibkii soo maraya taariikhdooda ilaawa, ilaahay wuxuu ku xukumaa inay mar labaad dib ugu noolaadaan dhibkii soo maray. insha allahu tabaarakta wa tacaala aynu dowladdu sida ugu dhaqsaha badan commissionka ha magacowdo, hana bilaabaan ururinta dhibkii ina soo gaaray. dacwadda ha la furo oo inta Yurub iyo Maraykan ka timid ehelkoodu ku dhintay ha gudbiyaan dacwadda insha allahu tabaarakta wa tacaala. duulaan garaac Cabdirasaaq halkii uu ka yiri baan